سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث في كل مكان، أحييكم أحلى تحية. نأخذكم في حلقة خاصة أتمنى أن تكون مميزة، حيث القضية المهمة جدا التي ينتظرها الشارع الرياضي بفارغ الصبر هي قضية انتخابات الاتحادات الرياضية والمكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. لكن قبل أن ندخل في غمار هذه الحلقة لابد أن نذكر جميع الأحبة المشاهدين بإمكان جميع من يرغب متابعة هذه الحلقة مشاهدتها على الهواء مباشرة عبر صفحة التواصل الاجتماعي فيسبوك والصفحة الخاصة بتلفزيون الشرقية. مشاهدين الأحبة، هذه الحلقة سنتحاور مع ضيفي الكريم في الكثير من الأمور المهمة التي تخص الانتخابات في اتحاداتنا الرياضية والمكتب التنفيذي. على أي قانون ستجرى الانتخابات؟ ما هي الضوابط الجديدة التي يعتمدها القانون الجديد لإجراء الانتخابات؟ الاتحادات الرياضية هل هي مهيئة تماما لإجراء الانتخابات؟ موقف اللجنة الأولمبية الآن لا سيما بعد التمديد القانوني والشرعي الذي حصلت عليه من قبل اللجنة الأولمبية الدولية بعد تدخلات من بعض النواب في الدورة الانتخابية الماضية التي سعت إلى تجميد عمل اللجنة الأولمبية. أسئلة كثيرة سنطرحها على ضيفي الكريم في حوارنا وفي حلقتنا الخاصة عن هذه القضية التي نتمنى أن تنال رضاكم. ابقوا معي. قلنا علينا ملاحظات، بس هذا لا يعني انه ما نعالجها داخل المؤسسة او داخل الأسرة او داخل إذن أهلا بكم من جديد. هذا الفاصل كان مخصص لضيفنا الكريم اللي نوهنا عنه في حلقة الأمس، بالتأكيد هو النجم الكبير رئيس اللجنة الأولمبية الكابتن رعد حمودي. كابتن مرحبا بك ضيفا كريم، كل عام وحضرتك بألف خير وأتمنى لك الموفقية والنجاح. مرحبا بك أخي محمد وبقناة الشرقية الموقرة، وأقول كل عام أنتم بخير والعراق بخير والأمة الإسلامية إن شاء الله بخير. آمين يا رب العالمين. كابتن، اليوم عندنا كم من الأسئلة وصلتنا من الكثير من الرياضيين بعد أن أعلننا أنه حضرتك راح تكون ضيف كريم في برنامج الشوط الثالث، وربما هذه الإطلالة الأولى خلال هذا العام لرعد حمودي ضيفا داخل الاستوديو بعد أن كنا معك ومع كل الرياضيين أولا بأول في قلب الحدث. دعني أبدأ أول شيء كابتن رعد بموضوع إجراء الانتخابات اللي المكتب التنفيذي واللجنة الأولمبية خاطبت جميع الاتحادات بضرور إرسال أسماء الهيئات العامة التي ستعتمد في إجراء الانتخابات. يعني بداية الانتخابات للاتحادات الوطنية ومن ثم المكتب التنفيذي إلزام، لأنه بعد كل 4 سنوات لابد أن تقيم انتخابات الاتحادات الوطنية، ونحن الآن متأخرين. مع هذا حتى لا تصير مشاكل أنه نرجع إلى رسالة اللجنة الأولمبية الدولية الأخيرة
وخارطة الطريق اللي بينتنا اياها بالرسالة انه لابد انه يتعاون مع الحكومة لإجراء الانتخابات للاتحادات الوطنية وايضا المكتب التنفيذي، وايضا اعطتنا توقيتات زمنية مو مفتوحة، توقيتات زمنية محددة وعليه لابد انه نلتزم بهذه التوقيتات. وايضا هناك فقرة مهمة انه لابد من انبثاق قانون جديد للجنة الأولمبية خلال هذه الفترة، مع علمي وانه في هذه الفترة بالتأكيد راح يكون هناك صعوبات، والصعوبات لانه هذا القانون لابد ان يصادق عليه مجلس النواب، ونشوف احنا الامور انه في الانتخابات البرلمانية بها في شوية يعني ما اريد اقول مشاكل، يعني بعض الملاحظات، اتمنى انه يصير بالاتجاه الصحيح حتى ايضا يكون هناك، واذا لم يكن هناك قانون للجوء الأولمبية جديد فعليه لابد ان يكون الانتخابات للمكتب التنفيذي على لائحة دوكان المعدلة في 2013. يعني انتخابات المكتب التنفيذي تجرى حتى وان لم تجرى انتخابات الاتحادات المركزية؟ لا، بداية الاتحادات الوطنية حتى تكون هناك جمعية عمومية جديدة، ومن ثم انتخابات المكتب التنفيذي. طيب، عندي سؤال وأترك الإجابة لحضرتك بعد التقرير. نعم. السؤال يقول يعني ليش الآن اتفقنا على إجراء الانتخابات، لا سيما بعد أن دخلنا في نفق تقاطعات، تدخلات حكومية، موفد من اللجنة الأولمبية الدولية حيدر فرمان، تحذيرات بعدم المساس بشرعية العمل الأولمبي العراقي، أمور كثيرة. يعني ما كان بالأجدر أنه إحنا نجري هذه الانتخابات قبل هاي المعمعة كلها؟ أترك الإجابة لحضرتك بعد التقرير اللي أعد زميلنا محمد الخفاجي، نتابع. ثلاثة أشهر أو ما يقرب ذلك هو الفاصل الزمني مع الموعد المقرر لإجراء انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، عطفا على توصية الأولمبية الدولية التي شددت على إقامة الانتخابات قبل نهاية أيلول القادم. المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية أقدم على خطوات جادة في طريق الحصول على الشرعية المطلقة عبر بوابة الانتخابات، وفتح ذراعيه للحكومة وبقية المؤسسات الرياضية للحصول على قانون رصين يخدم الحركة الرياضية. منغصات كثيرة وتدخلات باتت مكشوفة من قبل الجميع تسهم وبشكل مستمر في عرقلة الحركة الأولمبية. فضلا عن ذلك، فإن انتهاء صلاحية مجلس النواب العراقي نهاية الشهر الحالي والانشغال بتشكيل حكومة جديدة سيعطل تشريع القانون المرتقب، لكون اتفاق قد بني على أن الإشراف على قانون الأولمبية سيكون من قبل الأولمبية الوطنية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الشباب والرياضة. الأولمبية أشعر جميع الاتحادات الوطنية المنضوية تحت لوائها بضرورة إرسال هيئاتها العامة تمهيدا لإقامة انتخاباتها في شهر تموز المقبل، فيما يبقى السؤال المطروح: كيف ستقام انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية ووفق أي قانون؟ من بغداد الشوط الثالث، محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير. أعتقد الإجابة راح نترك الكابتن رعد حمودي على أي قانون، أعتقد هو قانون 16 مثل ما أسلف الكابتن رعد، ولكن دعني أعود لأستمع إلى السؤال اللي سألت لحضرتك قبل التقرير. نعم، يعني عطفا على سؤالك أنه ليش ما صارت انتخابات الاتحادات الوطنية قبل هذا التاريخ. نعم، يعني كلكم كإعلام رياضي هو شريك أساسي لصنع القرار، أيضا هو على علم بما المشاكل اللي حصلت، وأنه هناك قرار من بريمر انه يعتبر الاولمبيه هو كيان حال. نعم. وعليه في قانون 16 انه رئيس اللجنه الاولمبيه هو اللي يحدد لجنه الانتخابات، وخفنا انه يكون هناك طعن في هذا الموضوع. نعم. مع هذا انه ارتئينا انه نذهب الى صاحبه القرار وهي اللجنه الاولمبيه الدوليه حتى ناخذ شرعيه، ومع ذلك هناك ايضا الحكومه والدوله اللي احنا نعيش في داخل العراق مثل البلد في المحافل الدولية الرياضية، فكان هناك اجتماع، فصار هناك أيضا تمازج بالآراء أنه يكون هناك إجراء انتخابات على قانون 16 ولا مشاكل أيضا
في انه رئيس الجمهورية الأولمبية يحدد لجنة الانتخابات، ولهذا التأخير ليس من صالح الرياضة، وايضا مو احنا سببها حقيقة في تأخير عمل الانتخابات. مع هذا انه احنا حتى لا يدركنا الوقت، ايضا هناك مثل ما تكلمت انه هناك خرط طريق من الجمهورية الأولمبية الدولية ورسالة واضحة انه لابد من اجراء انتخابات الاتحاد الوطني، وايضا المدة الزمنية والسقف الزمني لا يتجاوز ايضا 30/9 يكون الاتحاد الوطني والمكتب التنفيذي مجرية كل الانتخابات، وايضا عنين عن اسماء الاتحادات 30/9 هي الفترة اللي اعطوكم اياها اللجنة الاولمبية الدولية. نعم، الى 6 شهور. نعم. طيب احنا مهيئين لاجراء انتخابات الان بالنسبة للاتحادات المركزية؟ نعم متهيئين، لأنه أول شيء إحنا متهيئين قبل هذه الفترة. المفروض إنه الاتحاد الوطني تعرف إنه لديها استحقاق انتخابي، وعليه إنه القانون واضح إنه السنتين الأخيرة للنشاطات الرياضية هم الهيئة العامة. طيب فعليه لا، يعني أعتقد إنه لا توجد مشاكل في إجراء الانتخابات الاتحادات. طيب قانون الأسماء الهيئة العامة اللي طلبتوها من كل اتحاد، نعم، هل ستخضع إلى مراجعات، تدقيق، تمحيص، تفحيص؟ لأنه تدري أكو مشكلة اسمها الهيئة العامة. نعم. كل اتحاد، مع اعتزازي يعني نحن نتحدث بالعموم، كل اتحاد ممكن يخلي فلان وعلان وبالتالي نحسب صوت. أكو إجراءات بهذا الموضوع كابتن؟ أول حتى أوضح أيضا شيء آخر، ليس للجنة الأولمبية أي علاقة بالانتخابات، لا موظفيها ولا أعضاء مكتب تنفيذي معنا. أنه هناك لجنة انتخابية ولجنة الطعون هي خارج عن هذه المؤسسة. نعم. لجنة محايدة من سوين رسالة إلى نقابة المحامين. نعم. يكون هناك هم محامين قانونيين. مجلس القضاء مثلاً. أيضا هناك يعني هناك 9 محامين و5 محامين آخرين هم لجنة الطعون. شلون راح يعرفون هذا عضو عامل من شلون؟ وهناك أيضا كتب ستوجه إلى مجلس القضاء الأعلى. بس بالتنسيق معاكم؟ نعم، هو أنا أسوي كتب. أي. أيضا لأنه مش مدري مجلس القضاء الأعلى، وهناك قانون 16 هو القانون النافذ. نعم. واضحة الفقرات ما يجب أن يكون عضو عامل دافع اشتراك ومواد. نعم. كاملة. وأيضا هناك فقرات بالقانون أنه لابد من الهيئة العامة تعلن في الإعلام أيضا، حتى إذا هناك أي طعن يكون من أي جانب، أي نعم. أي نادي، أي شخصية ممكن يقدم هذا الطعن إلى لجنة الطعون حتى يبت فيها. طيب قانون 16 يستثني البطل من الشهادة؟ في القانون ليس هناك استثناء، أتمنى يكون هناك استثناء، وأتمنى يكون عندي أنا صلاحية الاستثناء، لكن لا يعطي للرئيس. يعني معناتها راح نبعد كثير من الأبطال. نعم، ما أقول مع الأسف، ولهذا أقول إنه إحنا أيضا سبب في عدم تعديل قوانين الرياضية بما يتماشى مع. نعم. الواقع اللي نعيشه. طيب القانون اللي قدمتوه على أساس يقر من قبل مجلس النواب في دورته الجديدة. نعم. هو باستثناءات إنه نستثني البطل اللي عنده إنجاز اللي ولا شو؟ لا شوف، بعض الإخوان يعتقدون إنه القانون إنه يتدخل بتفاصيل الانتخابات، وهذا. نعم. غير صحيح. القانون هو إطار عام. نعم. يعني يفرض عليك إنه معنى اللجنة الأولمبية شنو إجراءاتها مع الدولة والحكومة، وهل اللجنة الأولمبية يعني تعريف للجنة الأولمبية تحت عناوين. نعم. أما تفاصيل الانتخابات والأمور الأخرى هي من شأن الجمعية العمومية. طيب هل هناك أصوات تطالب بالتريث أو عدم إجراء الانتخابات من قبل البعض وصلتكم؟ لا نستطيع. لا يعني وصلتكم وقلت لهم لا نستطيع؟ لا، ما بالنسبة لي حتى أكون يعني صادق، ما وصلتني أي. نعم. مطالب بهذا الشكل. نعم. لأنه كل الأخوان يعرفون إنه الانتخابات هي انتخابات ملزمة واستحقاق لابد من إجراها. طيب إحنا نتمنى إن شاء الله أن نصل إلى بر الأمان كابتن رعد، لأنه مثل ما تفضلت حضرتك القضية طالت، وبالتالي حتى نخرج من عمق الزجاجة ومن المخالفات المالية والإدارية، لأن أحكي لك إياها قاعد لك ركبة ونص. نعم. يعني حقيقة مو بس عليك، يعني يبدو أنه الإطار الرياضي اللي كنا نتمنى أن يكون مدعما من قبل الحكومة، من قبل الشخصيات، من قبل يعني أن لا نتعامل مع الأخذ، يمكن أنا وياك متفقين
وكثير من القادة الرياضيين أن نضرب بيد من حديد لكل فاسد، لكل من يستغل المنافع الشخصية خدمة لشخص على حساب الرياضة. هذه نقطة على السطر. لكن الآن أرجع إلى قضية مهمة جدا كابتن رعد، وأرجو أن يتسع صدرك. اليوم قلنا لك لقاءنا بصراحة كلش، وكم من الأسئلة وصلتنا بالإضافة إلى الأسئلة اللي إحنا حابين أن نطرحها لحضرتك، وإحنا على أبواب دورة انتخابية جديدة. بالمناسبة ترى حترشح إن شاء الله الدورة الجديدة؟ والله لسه وقت مبكر بعد لسه مريد نعرف. يا ريت إنه أعرف يعني حتى يعني ما متهيئ الآن لسه. لا والله يعني أهم شيء عندي إنه تجري الانتخابات حتى تصل إلى وراء الأمان. مو بس نوصل، حتى تكون أيضا مو بس تجري الانتخابات، أيضا لابد أن تكون انتخابات لها بها عدالة وشفافية، وأيضا نحن من نضمن العدالة، نعم، ونضمن حقوق الجميع في هذه الانتخابات. نعم. هذا أهم يعني ما يعني شيء ما نتمناه. نعم. ما نتمناه، وما يريد يصير لغط مثل ما صار لغط على انتخابات اتحاد الكرة. ولهذا يعني احنا يعني ارتئينا ان تكون لجنة انتخابات ولجنة طعون من خارج المؤسسة، بس عندها صلاحيات وعندها صلاحيات الكاملة، لأنه هي نعم. هي صاحبة الصلاحية وليس رئيس الجمهورية ولا المكتب. جميل. قبل ما أسأل أسئلة اللجنة الأولمبية، راضي على انتخابات اتحاد الكرة؟ لأن احنا استبشرنا خير عندما وجدناك تتصدر المشهد وقاعد. اتحاد كرة القدم من الاتحادات أيضا الفاعلة والمهمة. نعم. في العراق مستنزف ميزانيتكم طبعا، يعني تستنزف ميزانيتنا باتجاه المصالح العامة، ما عندنا أي مشكلة. أكيد. وتعرف إنه الاتحاد القدم أيضا نشاطاته على مدى كثيرة. السنة كاملة. نعم. وبها أيضا فئات عمرية وبها مدربين وبها كثير من تفاصيل، وعليه. نعم. يعني يحتاج إلى دعم مالي. انتخابات شنو رأيك بها؟ الانتخابات تعرف هم عندهم نظام داخلي. نعم. يعني شوف الاتحادات، أنا أقول الاتحاد الوطنية تروح إلى قانون 16 اللي قانون النافذ. هم جروا انتخاباتهم على 16؟ لا. هم رايحين على لائحة ومصادق عليها الاتحاد الدولي. أيضا صار عليها الانتخابات. نعم، صار هناك أيضا بعض الاعتراضات من بعض الأخوان. يعني وأنا دائما أقول أنه حتى لو تكون عندك ملاحظات أو اعتراضات، لا توصلون إلى طريق مسدود. نعم. دائما خلوا الحوار هو سيد الموقف، لأنه نعم. بالنتيجة وبالأخير الخاسر الوحيد هو العراق. نعم. صحيح. كابتن رعد، أيضا سؤال باي ذا واي جاني، مبلغ المدرب الأجنبي اللي راح يشرف على المنتخب الوطني، هل بحوزة اللجنة الأولمبية ستاند باي موجود؟ نعم. أيضا نعم. يبشرك بالخير. نعم. ما شغلة مهمة. نعم لا موجود. نعم. طيب كابتن رعد، التقينا أنا وياك سنة 2014 في الدورة العربية في الدوحة قبل ما ترشح للدورة الأخرى، أو العفو 2011 آسف. نعم. والله السنين قاموا تركض. صحيح 2011. قلت أنا وزملائي والجميع سنعمل على تحقيق مشروع البطل اللي حقق ميدالية أولمبية للرياضة العراقية، لكن للأسف الشديد إلى الآن لم نحقق، وظلينا وبقينا حبيسي الميدالية اليتيمة للراحل عبد الواحد عزيز. حبيسين الحلم اللي كنا نطمح له. نعم بدينا حقيقة. هذا شيء فعلا يستحق الناقشة. نعم. أولا أنه احنا تأخرنا في رياضة الإنجاز العالي كثيرا عن الدول الأخرى. نعم. والتأخير مو من عندنا، سببها تدري ظروف العراق اللي مرت من حصار وأيضا حروب، وأنا ما أقول هاي مبررات، لأنه أنا أعرف أنه حتى في الحروب أن العراق قدر يوصل إلى كأس العالم كرة القدم، قدر أنه يكسر كثير من الأرقام في ألعاب القوى، قدر بالأثقال بالملاكمة بالمصارعة، كان هناك عندنا أيضا أبطال على مستوى القارة. ولكن أقول أنه غياب التخطيط لإنجاز مثل هذا النوع، هذا واحد. اثنين، أنه لابد أيضا مو فقط الأولمبية، كل مؤسسات الدولة. نعم. الراعية للرياضة أيضا عليها مسؤوليات في سبيل تحقيق هذا الإنجاز، وأيضا على الاتحادات الوطنية أيضا عليها مسؤولية كبيرة في سبيل تحقيق هذا الإنجاز. أنا ما أريد أقول كل الاتحادات ممكن تحقق الإنجاز. نعم. بهذه المرحلة أقول بعض الاتحادات من الممكن أن يحققون الإنجاز، وأعطيك مثال الدورة الأولمبية السابقة في البرازيل كان ممكن نحقق الإنجاز في الملاكمة.
ولكن قلة الخبرة وعدم الدراية انه يعني حضرتك تحمل مسؤولية الاتحادات كل 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 مو انا ما تطلع ايضا الأولمبية مو مسؤولة انا اقول كل مسؤولة عن هذا. طيب التخطيط. ببساطة ليش ما تشكل لجنة لتقص الحقائق لمتابعة استعدادات الاتحادات والعمل وتذليل المعوقات اللي تواجه البطل؟ لان احنا هسه لازم نفكر كابتن رعد انه الالعاب الفردية هي اصرف لنا واقرب الى تحقيق الحلم. الا ما معقول العراق العظيم المجيد اللي برعد وبعدنان وبأحمد راضي وحسين وعمالقة في باقي الرياضات ما عندنا وسام مع الاعتزاز بأفغانستان وبالصومال وهاي الدول اللي عندها الآن ميداليات وسبقتنا بينما احنا سنة 60 عندنا ميدالية. صحيح. فهذا الموضوع كابتن ليش ما تسعى إلى تنفيذه؟ بعض الدول اللي ذكرتها حضرتك تدريب هذول اللي حصلوا على الميداليات نعم يدربونهم خارج بلدهم يعني وشين المشكلة دول أخرى ايه؟ وأيضا تدري احنا هم عندنا مشكلة في الأمور المالية انه لابد ان هسه صارت الماليه كانت مطلع الضوابط لا قبل لا لا فلوس خير لا لا وحتى هسه فلوس خير من الله اذا تريد اكو يعني اي مو انا ارد احكي اي اراده تحقيق هسه النفط صار ب $80 لا حتى يعني هسه اكو فلوس يعني حتى هسه اذا ممكن انه بعض المال في الموازنه انه تخليها لتحقيق هذا الوسام ولكن اقول انه اكو ضوابط في الصرف هذا اللي اقصده نعم من قبل الرقابة المالية ما تقدر تخلي واحد سنتين ويا مدرب سنتين نعم. تقدر تدفع له مبالغ عقود للمدرب هذا اللي انت في طالة المساعدة القانونية مع هذا اقول هو هذا مو مبرر حتى يقدر انه تدريبه يكون نعم. بالعراق وبعض المعسكرات الخارجية اذا كان التخطيط سليم واذا كان هناك إرادة زين. في تحقيق هذا الإنجاز من ممكن أنه يعني حضرتك الآن تتأكد أنه هناك تخطيط غير سليم من البعض نعم طيب ليش متحاسبون وهذا صحيح ليش متحاسبون وهذه مو مسؤولية الاتحاد مسؤولية الأولمبية هي مكتب تنفيذي أولمبية نعم. ليش متحاسبون لازم نحاسب نفسنا قبل ما نحاسب الآخر زين أوكي ابدوا بنفسكم نعم. ابدوا بنفسكم كابتن وهذا ليش وهذا صحيح لازم يعني حقيقة حتى يعني أيضا أكون منطقي وأتحدث لك ما يدور بالشارع الرياضي العراقي المأخوذ على رعد حمودي أنه طيب أكثر من اللزوم رغم أنه كل أهلنا طيبين لكن في الموقع الإداري وموقع مسؤولية ورأس هرم يتحتم عليك أن تتنازل عن الطيبة وفي بعض القرارات اللي تخدم الواقع يعني أنا أجيب رئيس اتحاد مع اعتزازي ما أريد نذكر اسم رئيس اتحاد أو مسؤول أو مدرب ويعث في أرض الفساد في أرض الرياضة فساد وما حقق شيء وبالتالي ما حاسبه ما حرمه ما قعده ما أسوي للجنة تحقيقية ما هو الإسلام يقول أكو ثواب وعقاب هو أكو خلط ببعض الأمور شوف اللي هي خلي أشرحها حتى يعني المشاهد الكريم يعرف إنه اللجنة الأولمبية مو اللجنة الأولمبية السابقة اللجنة الأولمبية الآن بها قوانين والقوانين المؤسسات الدولية ما تعطيك الصلاحية بتدخل بالاتحادات الوطنية نعم. احنا كلجنة أولمبية نعطي المال للاتحادات زين. ايضا والكتب الادارية الافادات وما هذا حتى يقدر انه الاجراءات تكون عليه سهلة زين. الاتحاد ذو شخصية معنوية مستقلة زين. احنا مو بالسبعينات ولا بالثمانينات لان دائما اكو تغيير بالقوانين صحيح. فالاتحادات ما يقدر ندخل بها الا بالمال والأمور الإدارية إذا كان هناك صاحبة السلطة في هذا الشأن هي الهيئات العامة لها الصلاحية المطلقة بمحاسبة الاتحادات إذا رئيس اتحاد أو أعضاء مجلس الاتحادات وعليه أقول أنه يعني إحنا نسوي مجلس تحقيقي على عدم إنجاز هو هذا التدخل بالاتحادات إنما أقول دائما الاتحادات لديها هيئات عامة والهيئات العامة هي صاحبة السلطة في محاسبة الاتحاد لعدم تحقيق الإنجاز أو نعم. الاتحاد لم يخطط بالاتجاه السليم أو الاتحاد يتغلب عليه مصالحه الشخصية على المصالح العامة نعم أكيد وأكو فروقات
بين قبل وبين هسه، والآن إحنا في زمن ديمقراطي، ويبدو أن البعض حتى الديمقراطية يفهمها بمفهوم خاطئ. الديمقراطية أنه أنا أصول وجولي بكيفي وما لي علاقة، لكن يعني إحنا لازم ننهج نهج سليم. كابتن رعد، أيضا قضية سمعناها وأيضا البعض يحمل حضرتك المسؤولية، هي تفاقم المشاكل ما بين أعضاء المكتب التنفيذي، هذا ما يحب هذا وهذا زعل على هذا وهذا ما أعرف إيش، وبالتالي رعد حمودي البعض يحمله عدم التدخل كرئيس يصلح ما بين الأطراف، وبالتالي حتى نقدر نشتغل، لأنه مكتب التنفيذي مكون من 6-7 أشخاص، إذا ما متفقين بيناتهم شو راح نقدر نسير العملية؟ يعني أنا أقول صح، مرات عدم الانسجام يعرض المؤسسة إلى يعني مشاكل وعقد صعب حلها. نعم. ما هذا يعني ما 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 أظن أو ما يعني ما أشوف إن هناك مشكلة في المكتب التنفيذي بين الأعضاء حتى يعني عدم تدخل. متقاطعين كابتن؟ لا ما أظن، يعني ما حد يحكي للأخ، ما حد يسلم على الأخ، شلون الصدمة؟ ما واصلين هذه المرحلة. يعني لا 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 ما واصلين هاي المرحله، يعني جزءك وعتبك وزعل بين بعض. نعم. زين دورك وين انت في اصلاح؟ انت كابتن يعني شهادتي بيك مجروحه، ولكن رعد حمودي انت الان الكل. انا اعطيك يعني كلام انه لا توجد مشكله في المكتب التنفيذي، اعضاء المكتب التنفيذي لا توجد مشكله مع بعضهم، بالعكس. والمدير التنفيذي يعني اكو، نعم اكو مع مشكلة بسيطة، تدري هم بالأخير هم أصدقاء وأخوة. أكيد. بس هو خوفك من مشاكل الغيرة؟ إيه لا، هم أخوة وأصدقاء وناضجين يعرفون شنو معنى المصالح العامة. ولهذا أنا أقول إنه القادم راح يكون أفضل إن شاء الله. بإذن الله تعالى، بإذن الله. أكو اتحادين جمدت بقرار من اللجنة الأولمبية، اتحاد المواي تاي واتحاد الطاولة. الاتحادين فعالة، الاتحادين حققوا إنجازات، ولا سيما يمكن يعني ما نبخس حقهم، لكن اتحاد الطاولة كنا قريبين منهم في البطولة الأخيرة اللي صارت بطولة العرب في الأردن، والعراق اكتسح على مستوى الناشئات والشابات والأشبال ميداليات كثيرة. أيضا قلقين أعضاء الاتحاد، ووصلتني أيضا رسائل كثيرة، يقول يعني عقيل جبار أحد مدربي منتخباتنا الوطنية يقول التقاط عفيمة الأولمبية والاتحاد ده يوقع براس المدربين. نعم. هل من حلول بالنسبة للمواي تاي وبالنسبة للطاولة؟ يعني أول شيء إحنا ما يقدر نحل الاتحاد إلا أكو قرار من المحكمة. نعم. يلا نقدر، لأنه هذه بها مساعدة من الاتحادات الدولية اللي هي نعم. تابعة لهذه. بس جمدت. جمدت نعم. وجمدت. مخالفات مالية؟ مخالفات كثيرة هي. نعم. مع هذا أقول إنه وين المشكلة تصير؟ مو على أعضاء الاتحاد، المشكلة تصير على اللاعبين والمدربين. هذه المشكلة تصير، ولهذا أقول إنه عدم الانسجام كمجلس إدارة واتحاد يأثر على اللعبة، وعليه أقول إنه دائما ليش نقول دائما فكروا المصالح العامة، تفكروا المصالح الشخصية حتى تمشي عجلة الرياضة إلى الأمام. يعني إيش راح يصير بالاتحاد؟ النتيجة النتيجة إنه هم كان هناك هيئات مؤقتة. نعم. أنا لغيت الهيئات المؤقتة مرورا إلى انتخابات القريبة اللي قلنا عليها إنه شهر السابق. يحق رؤساء الاتحاد يدخلوا الانتخابات؟ إيه. اللي قبل قرار التجميد. لا ماكو شيء بعد اسمه إنه التجميد ما يرفض إنه يدخل الهيئة عامة. إلا إذا ثبت على البعض هناك مخالفات وفساد. إذا هناك قرار قضائي. نعم. والقرار القضائي في ما في بعض المواد اللي الدين نعم اللي هي الفساد المالي والإداري والمواد هذا يفسرها منه. نعم. يفسرها لجنة الانتخابات اللي هم اللي جايين بالمناسبة اللي عنده حكم قضائي هو لا يحق له الاشتراك بالانتخابات حسب المادة، وهذا ما يقدر احنا نفسرها. طيب. يفسر لجنة الانتخابات. طيب ايضا ارجع الى الانقلاب الابيض اللي حصل داخل اتحاد الملاكمة واللي اطاح بالرئيس بشار مصطفى النائب الاول لرئيس اللجنة الأولمبية، و تكليف السيد علي تكليف يعني انتخاب رئيسا لاتحاد الملاكمة. هل الانقلاب شرعي؟ وهل تتعامل اللجنة الأولمبية مع مجلس إدارة اتحاد الملاكمة الجديد، لأنه بشار الآن من رئيس نزل إلى عضو؟ نعم. الضوابط تسمح، وكيف ستتعاملون مع هذا الاتحاد؟ هو هذا أقول أنه الأولمبية ما ستتدخل في الاتحادات. نعم. والقانون 16
لما يصير عليه الانتخابات نعم وإجراءاته كاملة لا يوجد هناك رئيس أو نائب أو أمين سير أو أمين مالي، إنما ينتخبون 8 أشخاص وتوزع المهام فيما بينهم، والثمانية أشخاص هم يختارون ما بينهم الرئيس والباقي المناصب. زين، يعني كنا نتمنى أنه ينتظرون إلى الانتخابات القادمة وإجراءاتها. بس أنتم تعتمدون هذا الاتحاد الجديد؟ لأنه إحنا ما نقدر نقول لا، لأنه مو إحنا، بس هو مكون من 6 أشخاص فقط. 6 أشخاص نعم، يعني حتى أجيك بالكلام صارت مشكلة. نعم، فقبل أعتقد كان يوم الثلاثاء الماضي نعم اجلست معهم مع طرفين في سبيل أن نوصل إلى نقطة تواصل ما بياتنا واتفاق ما بيناتهم حتى لا يتعرض الاتحاد إلى مشكلة. ويعني الحمد لله أنه سمعوا التوجيهات، وأيضا كان هناك نقاش بهذا الموضوع وجلسوا مع بعضهم، وأيضا قرروا أنه لابد أن تتغلب المصالح العامة على المصالح الشخصية. نعم، واتفقوا على أن تتوزع مناصب ما بيناتهم، على أن يكون الأخ علي تفيف رئيسا ومناصب، إذن هو رئيسا شرعيا باتفاق مع بعضهم. نعم نعم. وين وصلت مشكلتكم أو مشاكلكم ما بين وزارة الشباب، لجنة الأولمبية، اتحاد الكرة؟ لأنه البعض أيضا بعد تفاقم المشكلة، يمكن مشكلتكم مع الوزارة أقل وطأة من المشكلة الكبيرة اللي حدثت بين وزارة الشباب واتحاد الكرة، واللي طالب الجميع أنه رعد حمودي كان عليه أن يتدخل، بس رعد حمودي أساسا فاتحين النار عليه الوزارة. وين وصل هذا الموضوع؟ شو دائما أنا أقول أخي محمد أنه المشاكل ما توصلنا إلى حلول. أكيد، ولهذا أقول أنه اللقاءات والحوارات مع بعضنا، بس حوارات من تكون لازم تكون لساناً وقلباً وعقلاً، يعني بس لساناً عليه حتى نحل مشاكلنا، لأنه ما حد يحل مشاكلنا غير إحنا مع بعضنا، وعليه أنه لا نعرض المؤسسات الرياضية إلى مشاكل ومخاطر لا سامح الله يكون هناك عقوبات وأمور أخرى. هذا الجانب. الجانب الآخر تدري وزارة الشباب وزارة فعالة، واجهة حكومة، لديها ميزانية ضخمة، لديها منشآت رياضية، لابد أيضا أن يكون هناك تعاون وانسجام مع وزارة الشباب والرياضة في سبيل أنه تعمل الرياضة بكل مؤسساتها باتجاه واحد، وهو أنه مصلحة الرياضة. نعم، عليه يعني مع احترامي للجميع أقول خل نبتعد عن المشاكل مع وزارة أو اتحاد أو أولمبية أو أي مؤسسة. والله أنتم مبتعدين، يعني واحد يشيء لله أي مؤسسة أخرى، والله كافين خيركم جرب. أي بس عليه أقول أنه بالنتيجة إحنا كنا تحت سقف واحد، كنا تحت سقف باسم العراق. مو هذا الكلام إحنا دائما نسمع عن حضرتك، بس أكو مشاكل تزيد كابتن. علينا أن نتحمل بعضنا، علينا أنه نصبر مع بعضنا، يعني لا بسرعة نستفز ونتكلم باتجاهات ما تخدم الرياضة، وإنما يعني تروح إلى تقاطعات وجاذبات. بس التصريحات الدبلوماسية ما تفيد. هو مو دبلوماسية والله. لا، أنت دا تحكي الآن بلغة العقل. إيه؟ ولغة الهدوء. بس ما تجيب حلو. هو هذا المنطق اللي لازم يكون. أنت بالعالم كله، راح أسألك سؤال، أنت نعم. إعلامي يعني ما شاء الله عليك. الله يحفظك. بالعالم كله تسمع المشاكل اللي تصير بالرياضة مثل ما تصير عندنا؟ لا، بس إحنا. طيب ليش أنا أطلع؟ ليش أطلع أتكلم على سين وصاد وما أدري إيش، وعلى حتى أكون بطل قومي، حتى الناس تشير تقول لك والله هذا؟ بالعكس، الناس ما تقبل هيجي منطق، لأن الرياضة هي رسالة محبة وسلام، بها ثقافة. ليش ما نتكلم باتجاه منطقي؟ ما بينا واحد كامل، ما بينا واحد مثالي. وايضا انت تعمل المصلحه العامه، تصير رياضه العراق رياضه انه انت امام الناس، امام الدول الاخرى، انه تفتخر بها، تفتخر من انجازاتك. اذا علينا نسمع كل الاطراف. ما يصير انه انا ما اقدر انه اجي عادي الناس كلها واتكلم عن الناس كلها. طيب، مصايح. نتمنى ان تذلل هذه العقبات والمشاكل، لانه ان شاء الله هي الوزاره رايحه جايه وزاره جديده، ان شاء الله وزير جديد، عسى ان يكون وزيرا رياضيا، يعني حتى على الاقل تصير لغه تفاهم، لان هذا الرجل الله يحفظه دخلنا بمليون مشكله، فاتمنى ان شاء الله تنحل. كابتن رعد،
أبطال رواد بحجم أسماء كبيرة مغيبة تماما عن العمل في اللجنة الأولمبية كخبراء، كاستشاريين، كعمل فني، كإداري. هل سيتم الاستعانة بهؤلاء؟ يعني أكيد تواجد كم هائل من الأسماء للعمل في الجانب الإداري والفني حتى لو بمسمى خبير أو مستشار. ليش غايبة هاي الشغلة عنكم؟ يعني احنا في الأولمبية بعض الأخوان يعتقدون الأولمبية هي بيدها كل المفاتيح. نعم. وإنما صعبة؟ أنا مو أريد أصغر الأولمبية، بينما أنا أعطي كل حق حقه، أقول حقوق وواجبات. نعم. إنه الاتحادات هي المعنية بالإنجاز، الأولمبية مسؤولة إنه بالدعم المالي وأيضا الإداري، هذا جانب. نعم. ومسؤولة على الدورات اللي تخصها، هي الدورات الأولمبية، الدورات الآسيوية، وأيضا ما عندها رياضية. نعم. الرياضيين هي كلهم من الاتحادات الوطنية. نعم. مع احترامي للأخوان في الاتحاد الوطني، أيضا عليهم يلتفتون إلى هؤلاء الرواد، إنه قلها إنه خدموا إذا بالمصارعة أو الملاكمة وبعض. زين ليش متبادر أنت كلجنة أولمبية؟ احكي الاتحادات هم متابعين لك. نعم، متكلم كثير من الاتحادات. نعم. في سبيل أيضا استقطاب هؤلاء الرواد. نعم. كخبراء، كأمور إدارية، أحسن ما تجيب واحد من خارج. نعم. المؤسسة أو مخارج الرياضة تعينه في الاتحاد، هذا أيضا من مسؤوليتك أنت كاتحاد. نعم. من مسؤوليتك أيضا أنه تدعم. طيب أنت عندك فراغ وظيفي أنه تعين لجنة من الخبراء؟ من أدنى لجنة الخبراء أدنى. إيه؟ أدنى بها بعض الرياضيين المدربين الرياضيين. نعم. وأيضا أدنى من الأكاديميين، يعني أدنى مزيج من أنهم لجنة الخبراء. نعم. اللي هم اللي أيضا اللي عليهم مسؤولية كبيرة في تهيئة رياضينا إلى مثلا. طيب. الآن دور الآسيوية. نعم. البارحة كان عتب من مدرب منتخب شباب الصالات. نعم. الكابتن علي طالب، رغم أنه أشاد بموقف الأولمبية لأنه لولا الأولمبية لما يشارك في بطولة كرواتيا وجاب الكاس، بس يقول الكابتن رعد حمودي حتى مهنانة. صحيح. وش تقول له؟ أنا أقول أول شيء أقول له نعم صحيح، بساني لأنه خارج بغداد. نعم. يعني وعليه أقول أنه بالعكس، يعني هو كل انتصار منها انتصارات كرة الصالات اللي دائما حقيقة إنجازاتهم يعني جيدة وممتازة. نعم. وتفرح القلب. أقول مبروك عليكم هذا الإنجاز، وأيضا أنتم عليكم مسؤولية الآن كبيرة. نعم. في المراحل القادمة، لأنه هذا الإنجازات اللي تحققوها لابد أن المحافظة عليها وأيضا الاستمرار في الإنجازات. فمبروك عليكم هذا الإنجاز. مبروك لكم أيضا ودوركم الفعال، لأن الرجل البارحة كان منصف، قال يعني الأولمبية كان لها موقف وهذه، بس هم يحبوك ولهذا يعتبون اللي يحب يأتذ. أيضا الكابتن قحطان جثير نوجه له التحية والاعتزاز، الرجل أيضا أشاد بموقف اللجنة الأولمبية في تذليل العقبات لمنتخبنا الشبابي اللي راح يخوض كأس آسيا قريبا. فطالب أنه رعد حمودي هيئ له معسكر، وبالتحديد في ماليزيا، لأن هاي الأجواء قريبة للبطولة، فما أعرف هل الإمكانية تسمح. بالعكس، يعني دائما ملزم أيضا، مو هذه ملزم أنه أساعد وعاون كل الرياضيين والاتحادات الوطنية، بس أيضا هي صارت عليها صبغة أنه أنا بس أساعد اتحاد القدم والمنتخب. ما هذا أقول لي أنت ابن القدم. لا مو بس أنا ابن القدم، لأنه دائما صح مع احترامي كل الاتحادات أنه أيضا القدم هي واجهة الرياضة أيضا. مع هذا أقول بالعكس إحنا حاضرين الأخ قحطان إن شاء الله نساعده الأسبوع القادم، أشوفه. طيب. أشوفه في المؤسسة، وأيضا نناقش هذا الأمر بالاتجاه اللي يخدم المصلحة إن شاء الله. ممثليات المحافظات اللي هم عتب قالوا إحنا هم مشنا بسبب التقشف المالي، فمحتاجين إنه ندعم من قبل اللجنة الأولمبية ورئيسها حتى على الأقل نكون خير سند للرياضة العراقية. كل الممثليات والاتحاد الفرعية حقهم علينا، لأنه صار فترة يعني ليس بالقليلة. نعم. أنه إحنا مدى نقدر ندعمهم بالأمور المالية، والسبب أنه يعطونا فقط تشغيلية، يعني بس رواتب. نعم. وتعرف إحنا مو وزارة. نعم. إحنا مؤسسة عندها نشاطات رياضية وعليها التزامات، مشاركات، نشاطات رياضية، فدا نحاول من هذا الجانب نحاول للجانب الآخر في سبيل أنه تمشي نشاطات الرياضية. بس أهل الموصل دخلوا على الخطوية، يقول مو عدنا يزورنا. أي حاضر صحيح.
فأنا أوعدهم إن شاء الله في الفترة القريبة القادمة راح نسهل هذه الأمور على المؤتيات إن شاء الله. نعم كابتن رعد، الوقت يدركنا دائما وياك، ويعني أنا سعيد جدا بهذا اللقاء، لكن إحنا على أبواب مشاركة العراق في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا. ماذا هيئت اللجنة الأولمبية لأعتقد 9 اتحادات راح تشارك في البطولة؟ شوف بالتأكيد أنا دائما قلت لهم إياه باجتماعاتي المتكررة مع الاتحادات ولجنة الخبراء، هذه الدورة دورة صعبة. والدورات الآسيوية لا يعني ما تفرقها عن الدورات الأولمبية، لأنه أكثر الأبطال في بعض الألعاب هم من آسيا. إذا ما نستعد بالاتجاه الصحيح أعتقد أنه مهمتنا تكون صعبة، وعليه أنا يعني متفائل إنه في بعض الاتحادات إنه ممكن يكون النتائج الإيجابية ويكون يعني صورة طيبة عن واقع الرياضة العراقية في جاكرتا في شهر 8 بإذن الله تعالى. إن شاء الله. قبل الختام، إذا ما بقي رعد حمودي، وهذا ما أتمنى حقيقة، رئيس اللجنة الأولمبية في الدورة الجديدة، هل هناك تغيير سيطبق من الناحية المالية والإدارية؟ من المصلحة العامة أقول إنه لابد يكون هناك تغييرات. نعم. والتغييرات لازم تكون مع سقف قانوني، مو شغلة شخصية. نعم. مع سقف قانوني، هذا حماية للمؤسسة وللشخص. أعتقد إن هناك بعض الأخطاء لابد من تصحيحها. نعم، إحنا أيضا كرياضة ومؤسسة رياضية جزء من نظام عام. وتعرف النظام العام في العراق يحتاج إلى وقت وإلى صبر في سبيل إنه يكون هناك عندنا سيستم لمؤسسات. وعليه أقول إنه دائما التفاعل هو شيء حسن وطيب. أنا متفائل إن شاء الله إنه الرياضة بدون رعد حمودي تكون إن شاء الله تكون أيضا بعد أحسن، وإن شاء الله برعد حمودي. إن شاء الله. كابتن رعد، أنا سعيد جدا بتواجد حضرتك معي واستقطع جزء مهم هو مخصص للعائلة الكريمة، لكن حقيقة سعداء جدا بتلبية مطالب الجمهور الرياضي والرياضيين لوضع النقاط على الحروف في قضية مهمة ومفصلية، هي قضية انتخابات الاتحادات المركزية. أتمنى لك الموفقية والنجاح كابتن، وأتمنى أن يعم الخير والإنجاز للرياضة العراقية تحت قيادة رعد حمودي أو غير رعد حمودي. نعم. لأن هذا هو مطلوب، مو حكر على شخص أو شخصية معينة. كثير أكون جزء أفضل من رعد حمودي، ما معناه أن نقول أنه دائما الرياضة والشخص الرياضية واللادة في العراق حقيقة. نعم. يقول هذا الكلام. فأني أشكرك أخي محمد على هذا اللقاء، وأشكر مشاهديك الكرام على سعة قلوب يعني، وأنا أشكر سعة صدرك أيضاً. أيضاً أتمنى أن ما كنت يعني ضيف ثقيل عليكم. شكراً لك، وشكراً لقناتكم الموقرة الشرقية، وشكراً للكادر الموجود، وشكراً للجميع، وكل عام أنتم بخير. وأنت بخير كابتن رعد، شكراً مرة أخرى. سادة المشاهدين، هذا كل ما لدينا، نتمنى أن نكون قد وفينا بطرح الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج من الرياضيين والشارع الرياضي والممثليات والاتحادات الرياضية. أمنياتنا القلبية للكابتن رعد، للجنة الأولمبية، لكل مفاصل الرياضة، الخير والتقدم والازدهار، وأن نرى رياضتنا عالية بالإنجازات إن شاء الله، وأن يعود الزمن الذهبي اللي كان كابتن رعد وأباطرة الكرة وبقية الرياضات يتصدرون المشهد والإنجاز. سادة المشاهدين، موعدنا يتجدد دائما معكم عبر الشرقية نيوز. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم. أنقل لكم تحيا جميع زملاء العاملين في استوديو البث في الكنترول، ومن خرم فيهم المخرج المبدع علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى لقاء جديد، طبتم في أمان الله، وأقول لكم في مالا.